نذهب إلى أحمد عزام محلل أول أسواق المال في مجموعة أكويتي. أحمد أهلا ومرحبا بك معنا، ونحن نتحدث عن الأسواق المالية. طبيعة الحال لا نغفل الأسواق الأمريكية تحركاتها وربطها بتحركات الفيدرالي الأمريكي. إلى أي مدى تعتقد أن الأسواق الأمريكية سوف تذهب في رحلتها الصعودية التي شاهدناها منذ بداية هذا الأسبوع؟ صباح الخير كريم ومي. نعم، عندما ننظر إلى الأسهم أو المؤشرات الأمريكية بشكل عام، نعم كانت قد سجلت ارتفاعات، لكن الجدير بالذكر هنا كريم أن شهر 8 وشهر 9 هو يعتبر الأسوأ تاريخيا بالنسبة لقراءات المؤشرات الأمريكية من جهة. من جهة أخرى بكل تأكيد الضبابية أو التشاؤم أو حتى عدم اليقين احتمالية رفع أسعار الفائدة، كل جميعها تصب باختلافات أو أن يأخذ المؤشرات الأمريكية بعض التداولات الضيقة في الفترة القادمة. نعم، حتى أرقام انفيديا الأخيرة، الارتفاعات التي قد سجلتها بالنسبة للربحية وعدم تأثرها على أسعار الأسهم بشكل متواصل، كانت إشارة تعطي بعض الشيء أن هناك مخاوف على أن أسعار الفوائد المرتفعة لفترة زمنية أطول من ما توقع الأسواق قد يتجه بشكل سلبي على الأسهم. فقد يكون هناك بعض الإشارات كريم عندما نأخذها بشكل إجماع وبشكل كامل على أن أسعار الفوائد المرتفعة لفترة زمنية أطول، أو حتى عدم اليقين من رفع أسعار الفائدة أو الرفعة الأخيرة للفيدرال الأمريكي، قد يكون لها إشارات بعض الشيء، مخاوف استثمارية، مخاوف من المستثمرين، التحول من الأسهم إلى العوائد السندات التي كانت تسجل العديد من الارتفاعات في الفترة الماضية. عوائد السندات لعامين هي الأعلى منذ فترة زمنية طويلة، عند ما يقارب 5% أو حتى تجاوزت 5% العشر سنوات عند مستويات مرتفعة. فبالتالي قد يكون انتقال المستثمرين من الأسهم إلى السندات هي وجهة مفضلة في الفترة الماضية. وجدير أيضا الذكر هنا كريم على أن عوائد السندات اليابانية عندما قد سجلت بعض الارتفاعات عند الخروج من عوائد السندات التقليدية أو ارتفاع منحنى عوائد السندات بشكل أدق، قد اتجهت من المستثمرين اليابانيين من الأموال الأسهم الأمريكية إلى السندات اليابانية. طيب سيد أحمد، أنت عم تتحدث بأنه بالفعل قد يكون الاستثمار في سوق السندات بهذه المرحلة مجزي، ولكن على أي ديوريشن؟ يعني عم نشوف السندات قصيرة الأجل وخصوصا بالموني ماركت عم بتوفر عائد بيصل ل 5.5%، وبالتالي لأي درجة يعني بتشوف بأنه كم يجب على المستثمر أن يضع كاش، دولار كاش بمحفظته بظل هذه العوائد المغرية جدا؟ نعم، عندما ننظر إلى توازن المخاطر بكل تأكيد الكاش هو حصة جيدة في ظل الفوائد المرتفعة. بكل تأكيد السندات في الفترة الماضية كان متوقع أن تسجل ارتفاعات لعوائدها بكل تأكيد مع ارتفاع أسعار الفوائد، لكن ما قد دفع المستثمرين لأسواق السندات بشكل أكبر هو إمكانية ارتفاع أسعار الفوائد أو البقاء على فائدة مرتفعة لفترة زمنية أطول مما كانت تتوقعه. نعم، نحن نصل إلى التيرمينال ريت أو سعر الفائد النهائي عندما يقارب 5.5% إلى 5.75% بالنسبة للفيدرالي الأمريكي، فهي على ما أعتقد وجهة قد تكون محببة بشكل أطول. ربعين زمنيات على ما أعتقد مي قد تكون هي وجهة مفضلة. دخول عام 2024 وحتى إلى منتصف عام 2024 عندما يبدأ الفيدرالي الأمريكي بالحديث عن تخفيض أسعار الفائدة، فقد يكون عام عوائد السندات وجهة مفضلة بالنسبة للمستثمرين على ما أعتقد مي. طيب أحمد، ماذا عن الذهب؟ وإلى أي مدى نشاهد تحرك في الذهب خلال الفترة المقبلة؟ هل الأمر فقط مرتبط بعوائد السندات أو بتحركات الدولار وأسعار الفائدة، أم أنه التحوط بشكل عام من كل ما له علاقة بالركود أو غيره؟ نعم كريم، عندما ننظر إلى مسألة الركود، إشارات الفيدرال الأمريكي كانت واضحة بأنه لا ركود متوقع في الفترة القادمة، مع أن الفيدرال الأمريكي قد فشل ذريع بتوقع الركود من جهة، وفشل أيضا فشل ذريع في توقع أرقام التضخم في الفترة الماضية. لكن إشارات بأنه لا يوجد ركود أعطت بعض الإشارات، لأن التداولات السلبية بالنسبة للذهب كانت هي وجهة قائمة بالنسبة لتداولات المعدن الأصفر من ناحية. من ناحية أخرى عندما ننظر إلى الأرقام الاقتصادية والضبابية وعدم اليقين بالنسبة للفوائد كريم، أو عدم التوقع للمرحلة القادمة بالنسبة لرفع أسعار الفائدة من جهة، والوصول إلى الفائدة النهائية من جهة أخرى، على ما أعتقد قد أعطت زخم أقل بالنسبة للتوجه للذهب من ناحية. من ناحية أخرى بكل تأكيد كما ذكرت البيانات الاقتصادية عندما ننظر إلى أرقام
النمو المرتفعة فهي قد تكون دافع بشكل كبير على أن مرحلة الركود قد تكون ليست قريبة على الأقل لربعين متتاليات. فبالتالي فقد الذهب بعض البريق في الفترة الماضية، لما لا أن نرى حتى السايد ويز في الفترة القادمة في ظل عدم اليقين بالنسبة لأسعار الفائدة، بينما يقارب مستويات 1880 إلى مستويات على ما أعتقد 1950، تداولات عرضية قد تكون مفضلة بالنسبة للربع الثالث على ما أعتقد. كريم، شكرا جزيلا لك السيد أحمد عزام محلل أول لأسواق المال في مجموعات إكويتي.